المواد الغذائية الأساسية تنقسم إلى ثلاث أقسام: بروتين، كربوهيدرات، ودهون. الكربوهيدرات يختصروها كارب، وهي النشويات. الكربوهيدرات في كربوهيدرات بسيطة وكربوهيدرات معقدة. الكربوهيدرات البسيطة مثل الرز الأبيض، مثل البطاطس. الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، مثل الرز البني، مثل الكينوا. الكربوهيدرات البسيطة هذه سريعة الامتصاص، الكربوهيدرات المعقدة هذه بطيئة الامتصاص. ملاحظة، إذا قلنا 100 جرام كربوهيدرات مو معناتها 100 جرام رز. ال 100 جرام رز فيها ما بين 28 إلى 30 جرام كربوهيدرات. ال 100 جرام بطاطس فيها تقريبا 20 جرام كربوهيدرات، القيم اللي قلناها هذه بعد الطبخ. البروتين عاد هذه اللحوم والشغلات اللي فيها بروتين. من أنواع البروتين اللي هو البيض، بياض البيض، صفار البيض، وعندنا اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء. وفي بعض أنواع البقوليات فيها نسبة بروتين عالية مثل الفول والعدس. 100 جرام دجاج مو معناتها 100 جرام بروتين. 100 جرام من صدور الدجاج تقريبا فيها ما بين 24 إلى 25 جرام بروتين. 100 جرام من السلمون أو السمك الهامور أو اللحم فيها 30 جرام بروتين. الأسماك النهرية 100 جرام منها في تقريبا 17 إلى 18 جرام بروتين. 100 جرام من شرائح الديك الرومي فيها تقريبا 17 جرام بروتين. القيم اللي قلناها هذه كلها بعد الطبخ. نتكلم الآن عن الدهون. الدهون المفيدة منها أنواع كثيرة، منها زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات زي الكاجو. 100 جرام من زيت الزيتون هذا 100 جرام دهون، هذا اللي من جد صافي. عاد لحد يدرع ما يقول الموضوع مستهلك، الموضوع قديم، ترى طفشوني اللي عندي بالأسئلة، فقلت أتكلم عنه وخليهم يجمعوا المعلومات ويعرفوها بدل ما يدوشون. فأنت يا مصطفى اللي تعرف كل المعلومات لا تسوي فيها فهم، ها؟ وأنت يا دبشة اللي ما تعرف شيء احفظ.